الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ ايهاب، اهلا بحضرتك. دكتور اشرف، يعني انتوا الحقيقه يعني دايما بتقوموا باجراءات قويه، وانا عايزك تكلمني عن الليله التضامنيه اللي عملتوها في نقابه المهن التمثيليه لدعم فلسطين وتأييد الموقف المصري تجاه أمن مصر القومي. أولا طبعا برحب بحضرتك، ثانيا طبعا يعني كل الفنانين المصريين موقعين يعني متألمين، فعملنا امبارح وقفة تضامنية مع أهالينا من شعب فلسطين ومن قطاع غزة عشان نقول لهم أنتم في القلب، الجرح واحد، الهم واحد، فإحنا متضامنين معاكم، احنا هنعمل رسالة بكل اللغات لكل فنان العالم نعري المجازر والمذابح التي تحدث. اكدنا على قرار اتحاد النقابات بمنع التطبيع واقامة اعمال فنية مع الكيان الصهيوني. اتفقنا هنعمل اوبريت على غرار يعني الحلم العربي. اتفقنا طبعا تقدير وتثمين دور القيادة السياسية في مصر على المجهودات العظيمة اللي معمولة وموقف مصر المشرف والذي يليق بها. يعني كانت ليلة جميلة جدا، وكان فيها صدق شديد جدا من زملائنا الفنانين، وكانوا يعني أنا حضرت كتير وقليل، دي أصدق ليلة أنا حضرتها مع الفنانين. الحقيقة دكتور أشرف، يعني تواصل حضرتك الدائم مع كل مستويات الفنانين من النجوم والممثلين الأقل يعني شهرة، يعني بيخلينا نشوف وقفة زي دي. أنا يعني بعتقد أن النجوم بيخافوا جدا لما يكون في تجمعات كبيرة كده، كان شايف أسماء كبيرة جدا موجودة، شايف سيد رجب، شايف عايدة فهمي، شايف حمادة هلال، شايف يعني عدد كبير من النجوم. حرص هؤلاء النجوم واستعدادهم دايما لتقديم كل ما يخدم مصر، حضرتك تعلق تقول عليه إيه؟ شايف باسم سمرة طبعا، صلاح عبد الله، خالد الصاوي. خالد الصاوي كان على المنصة فعلا، شفته. كان على المنصة. اتفضل. كانت موجودة الحقيقة. أقول إن أنا بشكر كل زملائي الفنانين المهمومين بصدق وبحقيقة بيحدث في قطاع غزة، المهمومين والموجوعين والمتضامنين مع أهالينا في فلسطين. أنا بشكرهم وأقول إن المسيرة ما زالت قائمة، مش دي اخر وقفه، احنا موجودين وبادواتنا هنعبر وهنعمل وهنقدم وهنساعد شعب فلسطين. انا بشكرك جدا فنان دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه في مصر، شكرا جزيلا على كل المجهود الكبير اللي حضرتك بتبذله الحقيقه، لانه الفنانين ربما يقول البعض انه يعني دي نقابة الصحفيين ودي نقابة الفنانين ودي نقابة الإعلاميين، لكن الحقيقة الموقف بيختلف، لأنه الفنانين ليهم قدرة كبيرة على تشكيل الوعي في الشعب العربي كله، والحقيقة وربما تخطى يعني تأثيرهم لما هو أبعد. الحقيقة أحمد بدير كمان وكيل أول نقابة المهن التمثيلية كان موجود، وعدد كبير الحقيقة من النجوم، عمرو عبد الجليل، إيهاب فهمي، لبلبة، مها أحمد. الحقيقة يعني مش عايز أطول على حضراتكم في الأسماء، لكن هؤلاء أنا يعني دول أساتذتي وأصدقائي، وأنا داخل في وسطهم وعارف إنه مسألة إن أنت تبقى موجود في مسألة تقترب شوية كده من عدم الانضباط أو الزحمة أو التلزيق أو الهتافات أو الدوشة، ده بيبقى مزعج للفنانين، لكن الحقيقة أنا شايف إن هم بلا أي تحفظ كانوا موجودين في نادي نقابتهم عشان يدعموا بلدهم وعشان يدعموا القضية الفلسطينية ويدعموا الغلابة الفلسطينيين اللي بيموتوا وبيصابوا بلا أي مبرر.